ايضا لنجم متالق في نادي الهلال كابتن سالم الدوسري، ارحب فيك. اقول لك هارد لك لان المباراه ضاعت منكم اليوم، كنتم متقدمين بنتيجه 2-1 الا المباراه ضاعت في الدقائق الاخيره. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. شو اقول يعني؟ الحمد لله على كل حال، يعني زي ما شفت يعني المباراه يعني كانت هجمه هنا وهجمه هنا، بس مع ربي وفقنا في المباراه، لان يعني بقيت اخر 40 ثانيه ويعني زي ما شفت يعني جبت الهدف، هذا يعني ما نقدر نتكلم في هذا الشيء. جميل. سالم، كثير جمهور الهلال يتكلم ان الهلال يعاني في خط الدفاع، انتم كلاعيبه لما تلعبون وتادون وتصنعون اهداف وتسجلون ويجي فيكم هدف في مثل هذه الغفله، ياثر عليكم؟ يصير بينكم كلام؟ بالعكس، يعني ما اقلل من اي من اخواني لعيبه الدفاع، بالعكس زي ما شايفين يعني زي ما هم يرتاحون لنا احنا نرتاح لهم، يعني ما في لا شك بيننا يعني. جميل. نتحدث عن القادم، مباراه ديربي يجمع الهلال بالنصر، ايش توعدون جماهيركم؟ والله ان شاء الله، بالعكس يعني كان المفروض ان اليوم مباراتنا اليوم المفروض يعني كان الفوز لنا يعني دافع عشان يعني نرجع للصدر، بس يعني زي ما شفت الفتح تقدم هنا باربع نقاط، يعني لازم يعني المباراه الجايه يعني الديربي يعني مباراه تصير يعني قويه، وان شاء الله نحترم فريق النصر ونعدل الاخطاء اللي صارت اليوم، ان شاء الله ناخذها يا رب. اتمنى لك التوفيق دائما. شكرا.